الو، سيلينا نسيت اللعب عندي. عايزه اقولك دي قعدت تسالني عليها كتير جدا قبل ما تنام. اوعى تضيعها والنبي لا تقتلنا. ما تقلقيش، حاضر. ماجد، انت ليه سالتني ان انا شكلي متضايق؟ مش لسبب معين يعني، مش اكتر مني حسيت كده. اصل النهارده في خطوبه صاحبتي في حد قال لي نفس الكلام. هو انا ليه الناس شايفاني متضايقه؟ لا، هو عامه من بره مش باين اي حاجه، بس هو إحساس حسيته وصاحبتك حسيته، يعني مش لازم كل الناس تاخد بالها. بس اللي حصل ده ضايقني قوي. يا ترى اتضايقتي عشان متضايقة ولا عشان بقى حد عارف إنك متضايقة؟ الاتنين. طب وليه بترسمي صورة غير الحقيقة؟ عشان ما احبش ان الناس تشوفني بالصورة دي. يبقى حلي المشاكل اللي عندك. عارف أنا كان عندي مشاكل من اللي اسمها مشاكل، ورحت لدكاترة نفسيين كتير، بس في الآخر لقيت طريقة وممكن أساعدك. طب إيه رأيك أعدي عليكي بكرة الصبح وبالمرة أديلك لعب سيلينا؟ لا خليك، أنا هعدي عليك قبل ما أروح الشغل أو بالمرة أشوف الرسم. ماشي، تمام، أوكي، باي. دودو. ايه يا حبيبي، انا هنا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ سنينة نامت ولا ايه؟ اه طبعا، نامت من بكري. هل كان اكلتي؟ اه اكلتي. اعمل لك طب معايا حاجه؟ أه هعمل لك انا. ايه الدلع ده؟ شفت بقى، اجي اسليكي؟ تعالى حبيبي. فايب المكان حلو قوي. انا متاكده ان المكان هينجح. يا رب. انت مش فاهمه يا ضحى انا تعبت فيه ازاي، خد وقت ومجهود مش طبيعي. تعبك مش هيروح على الفاضي، انا متاكده من ده. اعمل لك ايه؟ تشربي ايه؟ لا لا لا، ولا اي حاجه، انا اصلا متاخره ولازم امشي. طيب ما دام لازم تمشي بقى يبقى لازم اتكلم معاكي بجد شويه. هو انت مالك؟ ليه دايما زعلانه ومضغوطه قوي كده؟ القلق، القلق والخوف اني ما بقاش كفايه لياسين، او ان يكون في حد تاني في حياته غيري. ساعات بتحصل حاجات غريبه قوي، رجوع متاخر، المكالمه تجيله وياخد تليفونه بعيد علشان يعرف يرد. مش عارفة أنا حكيت الحاجات دي إزاي. طب أنا عندي حل. أنا هقعد مع ياسين وهتكلم معاه وهعرف كل حاجة وهطمن وهطمنك. لا 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 يا ماجد، أرجوك ما تتكلمش في أي حاجة مع ياسين. ياسين مش لازم يعرف إن أنا قلت لك الكلام ده. ما تقلقيش يا ضحى، إحنا الرجالة بنعرف نطلع الكلام ده من بعض من غير ما حد يحس. بس أهم حاجة لحد ما ده يحصل تبطلي قلق. ممكن؟ أقول لك إيه؟ عايزين ندور الفلوس في أي مصلحة. أنت عارف قعدة الفلوس مش حلوة. أنت مش كنت مشارك زيدان في المطعم؟ إيه اللي حصل؟ آه كنت مشاركه، بس اختلفنا وفضينا الشراكة. أنت عارف زيدان ده بتاع ستات، ما بيعتاش ابن اللذين. هو رجع تاني لعادته القديمة؟ والله صعبان عليا. للأسف كنت فاكره اتغير بعد ما خرج من السجن، لكن أنت فاهم طبعًا بقى. ديل الكلب عمره ما يتعدل. خلينا في موضوعنا، هنشغل الفلوس دي في إيه؟ اللي اخويا قعدت تقول لي انا من خبرتي والجواز الناجح وعملت عليا دكتور، خبي ديلك بقى عشان مراتك شاكه فيك. انا مراتي بقت تكلمك تشتكي لك مني ولا ايه؟ حصل على خفيف كده، كلمتني كانت بتسال عليك، بس انا دريت يعني وقلت لها انك كنت في الشغل. يا اخي الستات احساسهم ابن لذينه برضه. بعد كده بقى لما تحب تروق على نفسك كلمني، قولي كلمني قولي وانا هظبطك، او خدني معاك اظبطك اكتر.
ماشي. طب يلا قوم قوم اديك ماتشين على وشك كده. اديني على وشي بايديك اللي حد ضربك عليها دي؟ ايه؟ اه غشيم يا ابني. تعالى تعالى. على فكرة ممكن اربط ايدي التانية واديك على وشك عادي. تعالى بس ما تزعلش. يلا. الو يحيى؟